السلام عليكم جماعة، جيسبر كنتو الموند بيان. مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديدة مع طوموبيل جديدة بيان سور للبيع للتصدير من دبي للجزائر. لا فواتير خاوتنا اللي راهي هنايا سيارة قوية فيها محرك فيابل ما شاء الله، وهذه النسخة الجديدة تاعها. دونك تبعوا لا فيديو حتى الاخر وما تنساوش ابونيو وبارطاجيو لا شين. هاي سخانة خاوتنا يا 40. مرحبا بكم. هذه هي لا نوفيل هيونداي كونا 2023. بيان سور هذه خاوتنا راهي معروضه على البيع هنا في دبي، تصدير من دوله الامارات الى الجزائر او الى بريطانيا او الى كل دول العالم. هيونداي كونا خاوتنا ما كاينش ديفيرونس كبير بزاف على لونسيان ديالها، كاين ديفيرونس صغير في الديزاين كما راكم تشوفوا اللي فيها، فهمتوني؟ عندكم هذه هنا تانيت وفيها بيان سور لي ديتيكتور افون، هم لي كاين لي ديتيكتور افون فيها، فيها 4 لي ديتيكتور افون. هادي لاجون طالياج تاعها جاية كرومي كما راكم تشوفوا، الرودة تاعها لاجون تاعها جاية بارساز هي اللي تحت مكتوبة هنايا بارساز بيان سور، و لا كولور تاعها خاوتنا هادي بزاف شابة بيان سور فيها طوا بانوراميك. فيها طوا بانوراميك هاوليك راهو يبان. سيارة خوتنا راه والله يبارك، أنا هاد السيارة عجبتني في كلش ما نكذبش عليكم، تري بيان. هذه فيها موتور خوتنا 2 لتر، هاوليك اس يو في 2 لتر ايسونس، 2 لتر ايسونس على بالي بلي بزاف ما يحبوش ليسونس. هاوليك هذا لاريير تاعها خوتنا الكوتي اريير، هاوليك هيونداي كونا 2023 بيان سور فيها لا كاميرا اريير. شوفوا لي مفتوحه لامال تاعها، وي راهي مفتوحه هذيك، فيها لا كاميرا اريير، هاي لامال تاعها واش الله يبارك لامال تاعها بيان سور. فيها رود شوكور بيان سور، هاي رود شوكور تاعها. شتو القصعه تكون جديده كيفاش دايره؟ واحد يقول في هذه واحد يقول في هذه، الله يبارك تري بيان. دوكا نروحو نشوفو الكوتي افون تاع هاد لا فواتير بيان سور. صح الحاجه اللي عجبتني في هاد الطوموبيل بزاف فيها هادو هنا وفيها تاني هاد الكوتي. شتو لي في اريا تاعها واش دايرين؟ شابه شابه بسم الله ما شاء الله. عجبني الدخل جايب هاد لا كولور بلون، ومن بعد هنايا جايب هاد لا بانتير تاع لو بوا هدايا، وقال هذا بوا ديجا كاع بلاستيك اون بوا ولا لا كولور اون بوا. المهم لي فيتر الكتريك في 4، الفاتحة تاعو حدو كامل نورمال، الكرسانة تاعو حا خاوتنا جايين قماش بيان سور ماشي جلد. عندك في الوسط اللي فيه الجلد هكذا، هذا المرسو قماش، مي هذا اللي في الوسط بالقهوي هذا جلد خاوتنا كيما راكم تشوفوا هكذا. بيان سور عندك لا بلافوني، عندك ليها يو اس بي اون تشارجي تيليفون تاعك بيان سور. طري بيان دوكا نهضرو شوية على الناحية الأمامية. بيان سور القفلة تاع البصمة تاع لامبرانت، هاي والله كيما قلت لكم هادو كامل سي دي كوموند. لي فيتر إلكتريك في 4، لا سيكوريتي تاع البيبان، لا سيكوريتي تاع التواقي، هادو بور لي روتروفيزور، وهادي الفتحة. بيان سور الكرسان كيما قلت لكم خوتنا هنا على برا هايليك، هنا بالجلد، هنا بالقماش، ولا داخل هادو بالجلد بيان سور هكذا تري بيان. الفولون تاعها فيها لي كوموند هادو كيما راكم تشوفوا هنايا، ريغيلاتور فيتاس جاي هنايا في الفولون، هاي والله هادو لي سورتي دار بيان سور. عندك ثاني هنايا ريغيلاتور فيتاس واقف في لا ديسونتر الله اعلم، وعندك لونتي دي راباج، فرامون مانيال، كودوار راهو هنايا توجد ليزون، وين تحط القهوة. هادي هي الحاجة اللي تعجبني بزاف في أي سيارة بيان سور. بوت أوتوماتيك فيها هذا المود درايف وتراكسيون بيان سور. هنا وين شارجي تليفون يو اس بي، أي والله هنا لا سورتي دي كليما، لا كوموند تاع لا كليماتيزاسيون، ستارت انجن تنوض بالقفله. فيها هاد لو كرون ايكرون تاكتيل ديجيتال دوريجين بيان سور،
طراجين بيان سور. هاي كيفاش دايره من قدام هاد لافواطير بيان سور فيها لو طوا اوفرون، فيها لو طوا اوفرون. هاي سياره شاب الله يبارك، هادي خاوتنا تصدر من دوله الامارات للجزائر. وشنو هادي 2 لتر ايسونس ديزل، ما كانش الان 6 ايسونس ناقصه. الور فيها موتور بويسون الله يبارك، 2 لتر ايسونس، فهمتوا جماعه؟ 2 لتر ايسونس. دونك اللي يحب يستوردها ولا للجزائر يقدر يكونتاكتيني. هادي خاوتنا مازال ما طاوليش البري تاعها، هنايا في المعرض اللي راهم يبيعوا مازال ما طاوليش البري تاعها. دونك نحشو شحال البري تاعها وبيان سور نيغوسي على جالكم بيان سور. هكذا شاب الله يبارك، هو شاب مام لا كولور تاعها دي شغل جايه في الفار. شوف هبط شويه هنايا الظل شويه باش تبان، شوف جايه في الفار لا كولور تاعها. هو شاب الله يبارك، شاب لي ديتكتور كاملين، هو شاب الله يبارك. دونك جماعه اللي حبيت تورد هذه السياره للجزائر يتواصل معايا على الواتساب، نمدلو كامل لي ديتاي، نمدلو البري تاع طوموبيل شحال، البري تاع الشحن شحال، ونحاول نمدلو ثاني البري تاع الجمركه شحال تستقبلو الجمركه بيان سور في الجزائر بعد ما السياره ما تلحق للبول. هنا في الامارات خاوتي سوا السياره هذه ولا كاع السيارات هذو اللي راكم تشوفو فيهم كامل، هاي الالنترا كامل، كل سياره دير في بالك بهنا في الامارات تخلص البري تاع الطوموبيل والبري تاع الشحن تاعها تخلصهم هنا في الامارات. هكذا نوري لك كيفاش تحول وكيفاش نخلص لك، نوري لك كامل لي ديمارش. بعدها تقعد لك الجمركه في الجزائر، اللي عنده لا ليسونس مجاهد بينما مش حيخلص الجمركه، بصح اللي ما عندوش لازم يخلص الجمركه. دو خاوتنا هذه الفيديو وهذه السياره اللي عرضتها اليوم عليكم. غدوا ان شاء الله كاين سياره، كل يوم ان شاء الله نجيب لكم سيارات جدد وان شاء الله بالاسعار تاعهم. هذه مازال ما نيغوسيتش عليها باسكو نسنا في الشخص اللي هو الماناجير اللي حاط لي لو بون بري هنايا. دونك جماعه راكم شفتوا لا فواتور، ان شاء الله عجبتكم لا بريزونطاسيون، ثم ابونيو لاشين ومرحبا بكم. السلام عليكم.